أكد أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء عمرو الورداني أهمية تناول جلسات الحوار الوطني لقضية التماسك الأسري باعتبارها قضية مجتمعية بحتة. شدد الورداني على أن العنف الأسري يتعارض مع مقاصد الشريعة التي حثت على حفظ النفس. لأن من أحد المفاهيم المخطئة أن احنا نتعامل مع مسألة التماسك الأسري أو مسألة مكافحة العنف الأسري على أنها مسألة شخصية. هي مسألة مجتمعية بجدارة، وهي في الحقيقة عدم التعامل معها بهذه الطريقة يجعل الحلول المقدمة لا تسمن ولا تغني من جوه. مسألة العنف الأسري هي مسألة في الحقيقة تتعارض مع مقاصد الشريعة الخمسة، لأن في الحقيقة الناس متصورة أن العنف الأسري هو مشكلته بس في العنف الجسدي، لكن لا، ده في أنواع من العنف الجديدة التي هي في الحقيقة تدمر نفسية الشخص وتؤذي. يعني مثلا عندما نتكلم على ان من مقاصد الشريعه المقصد الاول هو مقصد حفظ النفس، الناس تتصور مقصد حفظ النفس هو مقصد حفظ الحياه، لكن احنا مقصد حفظ النفس يشمل النفس ومساله القضايا التي تتعلق بالقضايا النفسيه. فكل ما يتعلق بالقضايا النفسيه هو داخل في مساله ان قد يصبح الانسان ميتا وهو في حال الحياه، ولذلك من احياه فكانما احيا الناس جميعا. فاحنا لابد ان احنا نسعى إلى الحفاظ على نفسية الطفل ونفسية الأسرة من أي نوع من أنواع التعنيف. وعشان كده أول شيء لابد أن احنا نشير إليه أن العنف الأسري يتعارض مع المقاصد الخمسة من مقاصد الشريعة.